أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: في قول أهل العلم رحمهم الله إن حكم الحاكم يرفع الخلاف، المراد به القاضي؟ المراد به القاضي، القاضي إذا كان فيه عدة اجتهادات محتملة لم يترجح شيء منها وحكم بواحد منها ارتفع الخلاف، ارتفع الخلاف، هذا معناه. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.